اهلا وسهلا فيكم من قناة رحف 2011 كيتشن تيو. كيفكم حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. اليوم الفيديو تبعنا هو عبارة عن مجبوس اللحم، تمام؟ يلا خلونا بالمقادير. طبعا اول شيء نحن بدنا نعمل بهار اللحمة، تمام؟ بدنا نعمل البهارات للحمة تبعنا، بس ما حبيت بصراحة اعملكم اياها في فيديو لحال بهار اللحمة، انه قلت لا فرد مرة انه انا عم اعمل هيدا الفيديو بس اعملكم اياهم معون. بهارات اللحمة اللي هي عندي هون معلقتين كبار من الكزبرة المطحونة، معلقتين كبار من الكمون، عندي ثلاث معالق كبار من الزنجبيل، عندي معلقة كبيرة كاري، عندي سبع بهارات معلقة كبيرة كركم، معلقة صغيرة عندي هيل معلقة كبيرة، وعندي هون السماق معلقتين كبار من السماق، عندي هون معلقة صغيرة من بهار الحلو وشوية فلفل اسود. هلا انا طحنتهم افرش، تمام؟ بس بدي كمان بعد شوي رح اطحنهم جنب منكم. ويلا هلا رح نطحن شوية فلفل فريش عنا، طلعت من الفلفل الجاهز، تمام؟ هيك تمام. هلا رح نخلطهم كلهم مع بعضهم البعض، كلهم هنالك رح نخلطهم مع بعض. وبدنا ناخذ طبعا مو هالكمية نحن اللي بحاجة إلها، لا نحن بدنا ناخذ يعني مقدار معلقة كبيرة معلقة ونص كبار للطبخة تبعنا، والباقي بنحطه بقطرميز أو بأي علبة حافظة عندك، تمام؟ وكل ما بدك عندك وصفة باللحم بتطلع هي البهارات، يعني عندك مجبوس مثل اللي عم نساوينها اليوم بيكون جاهز عندك مجهز فورا، بتاخدي هالبهار اللحمة بتستخدميه. أي نوع وصفات من اللحم بحاجة بهار اللحمة بيكون موجود عندك هي الوصفة، تمام؟ هاي بعد ما خلطناهم راح نحطهم بعلبة عندي حافظة، وباخذ بس المقدار اللي انا بدي اطبخ فيه للطبخة والباقي بيضلوا عندي. هاي اول شغلة. الشغلة الثانية اللي بدي بلش فيها وهي انا عندي هون لحمة بعظمه، تمام؟ عندي هون لحمة بعظمه، بدي اول شيء اخذهم راح اجيب عندي طنجرة، تمام؟ راح احط اللحمة بسم الله الرحمن الرحيم بقلب الطنجرة، بدنا نسلقها لحتى تطلع الزفرة تبعها، وبعد منها بدنا نحط البهارات الصحيحة عليها. راح نكت عليها مي سخنة، انا مجهزة عندي هون الفاصل كوخة، راح كت عليها مي سخنة وحولها بعد منها على الغاز، تمام؟ من هما تطلع عنا زفرة اللحمة بنشيلهم بالمصفاي. هلا ارجيكم، تمام؟ عندي هون انا حبات من الهيل، قرنفل، ورق غار، عواد القرفة، تمام؟ بس لنشيل الزفرة ان شاء الله بدنا نحطهم مع اللحمة هي عم تنسلق، بدنا نحط كمان بصلة. هي اول خطوة اليوم، طبختنا كتير سهلة ما بدها كتير. عندي هون انا رز، عندي كاسين ونص من الرز، طبعا لسه ما غسلتهم بس لحتى تبلش اللحمة تستوي، يعني تاخد بعد ساعة ساعة ونص من استواء اللحمة بينعق الرز لمدة نص ساعة. بدي بصلة كمان للرز يلي انا عندي هون، رح اجيب لكم اياه هون. انا عندي انا هون قشرت ثوم، قشرت شي خمس ست حبات ثوم وزنجبيل اخضر فريش قشرته وحطيته بمحضرة الطعام. بدنا نحط عليهم هون نعمل نحن شو معجون الزنجبيل والثوم، بدي احط عليهم كاسة من المي، تمام؟ لحتى يختلطوا منيح معي. اللي ما عنده محضرة الطعام بالخلاط بيمشي الحال، تمام؟ بعد ما يختلطوا عندي وباخذ ما بدي غير معلقة كبيرة منه للطبخة الرز، الباقي بدي احطه بعلبة حافظة عندي، بحط عليهم زيت زيتون، تمام؟ كرمال تضل حافظة عندي ما بيصير لها شيء، كل ما بيكون عندك مثلا استخدام للحمة، استخدام للدجاج، أي شيء بتلاقيه جاهز عندك. من هم طيب اللحمة عندي أنا تستوي، عفوا تطلع زفرتها، راح نساوي أنا وياكم مع بعض فورا. نطحن معجون الثوم والزنجبيل، هنحط هلا هي الكمية ونطحنهم، وإذا بحاجة بنكفي على الباقي. يلا رح نشوفهم مع بعض. المي هي عاد احتاجها لأنه تمام انخفقوا عندي منيح، تمام؟ هلا بحطهم بعلبة وحط فوق منهم زيت زيتون، وبس كل ما بحتاج، تمام؟ باخذ منهم معلقة. ما اجيتكم كيف الخليط عندي، شايفينه كيف
هيك تمام. وانا دايما على فكره هي الخطوه بساويها وبحطها بالمطربان وبحطها بالبراد، كل ما بكون عندي استخدام للحمه للدجاج اي شيء تكون جاهزه، وراح ارجيكم شو راح اعمل. يلا هي هيك انا حطيت معجون الثوم والزنجبيل بقطرميز، راح احط فوق منه زيت زيتون كرمال يضل حافظ عندي ما بيصير له اي شيء ابدا، يعني مقدار ما في هيك معلقتين كبار شايفين، حتى غمره القطرميز عندي بهالطريقه، ونسكره منيح ونحطه بالبراد. قلت لكم كل ما بدكم، ونحتاج بناخذ منه اللي بدنا اياه. وانا حطيت هون معلقه كبيره من معجون الثوم والزنجبيل. هلا كرمال الطبخه تبعنا راح نجيب البهارات اللي تبع اللحمه اللي جهزناهم كمان، راح نحطهم بمطربان عندي كمان، كل ما بدي بهار لحمه يكون عندي جاهز، وراح اخذ اللي بدي اياه هلا لطبختي. هي انا هون حطيت كل البهارات، رح نسكرها منيح ونحطها بهالخزانة تبعنا. انا عندي هون اول معلقة بهارات، هاي المعلقة الثانية، طبعا هاي البهارات اللحمة اللي نحن عملناها مع بعض، رح اجهزها كمان. انا عندي هون هدول، واحد بالبراد والثاني بالخزانة، هاي اللي انا بحاجة له، طبخة اسهل منها ما في. حبيت اعمل معكم معجون الثوم كمان والزنجبيل مع الطبخة اللي عم نحضرها وبهار اللحمة اللي كرمال دايما يكون متواجد عندك. ويلا نشوف شو صار باللحمة اذا طلع زفرتها، كرمال نحط عنا البهارات الصحيحة والبصلة وننتقل للخطوة اللي بعد منها. وانا هلأ هيك طلعت عندي زفرة اللحمة، رح نشيلها كلها، مجهزة جنب مني صحن تمام، رح نشيل كل هالزفرة ونحط بعد منها البهارات الصحيحة عندي. هاي البهارات الصحيحة رح نحطهم كلها، رح نقطع البصلة كمان فوق منها، رح نحط حبات البصل ونغطي الطنجرة ونتركها لمدة أقل شيء ساعة ونص للساعتين، يعني تكون ثلاث أرباع استوت اللحمة، لأنه بدنا نحطها مع الرز بعدين. وهي هون هلا رح نجهز نحن الرز. حطيت عندي معلقتين من السمنة، رح خلي السمنة تدوب عندي، ورح ننزل فوق منها حبة البصل اللي خبرتكم عنها فرمتها ناعم، انا عندي هون جهزتها، رح نزلها مباشرة خليها تتحمص عندي البصلة. يلا من هما تتحمص عندي البصلة، رح حط معلقة كبيرة من الملح فوق اللحمة، كرمال اللحمة عندي يصير فيها ملح، ورقة اللحمة يصير فيها ملح، لأنه هلا نحن بدنا نستخدمها للرز. وراح نحط فوق البصل مباشرة بعد ما تحمص معلقة الزنجبيل والثوم، يعني معجون الثوم والزنجبيل اللي استخدمناه واللي سويناه مع بعض. الله الله على الرواية، معجون الثوم والزنجبيل عن جد بهي الأكلة غير شكل. راح ننزل فوق منهم نطالع حبات اللحمة، قطع اللحم اللي عندي من الطنجرة، ونحطهم فوق البصل ومعجون الثوم والزنجبيل. هاي حطيت كل قطع اللحمة انا عندي هون، رح نجيب بهارات اللحمة اللي سويناها مع بعض، رح نحطها جنب منها. بدنا نقلب اول شيء اللحم عنا لحتى يتحمص شوي وياخد لون حلو وجميل. يلا بسم الله يا عيني يا عيني، هلا هاللحمة رح تغب دسم من البصلة ومن معجون الثوم والزنجبيل، والريحة الطيبة بلشت عنا تطلع بهالمطبخ ما شاء الله. بلشت عندي اللحمة تاخد اللون الذهبي الحلو، رح ننزل فوق منها البهارات اللحمة، نعمل لهم تقليبتين وننزل فوق منهم الرز. الرز انا نعقته، المهم اللحمة استوت عندي ثلاث ارباع الاستواء، اخذت اللحمة عندي حوالي ساعة ونص، طبعا ما خلتها تستوي على الاخر كرمال اني اقدر اطبخها مع الرز وما يفرط اللحمة على الاخر، يعني بكفي الاستواء تبعه مع الرز. يلا هي الرز نعقته حوالي نص ساعة، انا حطيت مثل ما خبرتكم كاستين ونص من الرز، راح اعمل له تحريكة بسيطة. الله الله، وبعد منها بدي اخذ مرقة اللحمة اللي طبخت فيها اللحمة هلا ما شاء الله، وبدي احط مرقة اللحمة اطبخ الرز فيها. طبعا انا خبركم انه
حطيت ملح بالمرقة اللحمة، يعني ما رح كتر ملح هلا انا عندي بالرز من دو النصفة تبعه. اوكي هاي هيك انا حطيت عندي مرقة اللحمة، رح اعمل تحريكة بسيطة ما شاء الله، رح اغطي هاللحمة واتركها على نار هادية لمدة 15 دقيقة. بعد 15 دقيقة لل 20 دقيقة بنشوف كيف استوات الرز عنا. رح خليه على نار هادية تماما. وهيك بعد 20 دقيقة عملت لنا تحريكة بسيطة، شوفوا ما شاء الله حبايبي، شوفوا الرز شلون نسري تمام. هي بعد 20 دقيقة رح نتركهم دقيقتين بس زمان ونطفي عليه هون النار. يلا هون حابة جهز جنب المجبوس عندي صلصة تمام، هي لك حرية الاختيار انت شو بتحبي تجهزي جنب منها جهزي. اوكي انا اول شي رح اعمل هاي الصلصة، عندي بندورة هون رح احط معلقة صغيرة من الملح، عندي كمان قطعة من البصل كمان رح احطها فوق منها، بدي احط فوق منها كمان معلقة معجون دبس الفليفلة، وهي معلقة من دبس الفليفلة الحار تمام، رح احط فوق منها كمان زيت الزيتون مقدار معلقتين كبار بسم الله، ورح اضربها بمحضرة الطعام وبرجع لكم. هاي هون جهزت عندي الصلصة رح احطها زبدية عندي كرمال هلا نقدمها مع الاكل. تمام رح احضر عندي التبولة، عندي البقدونس، عندي البرغل الناعم نعقته لون بني، وبندورة ناعمة، وهون ملح، وعندي كمان ليمون حط ليمون عليه هون، عندي زيت زيتون بسم الله، هاي بدها زيت زيتون كتير. وهيك بتكون النتيجة جاهزة تبع التبولة. هيك النتيجة بتكون عنا جاهزة، وساويت كمان جنب منهم هالتبولات اللي بيشهوا القلب، هاي صلصة البندورة، وهون في عندي مرقة لحمة رح احط عليها ليمون بسم الله، وفوق منه شو كمون ناعم ورشة كمون خفيفة. اعطوني رأيكم، بتمنى منكم تشتركوا عندي بالقناة، حطوا لايك وشير وسبسكرايب، تضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصل كل جديد انا بنزله. بحبكم، مع السلامة.